ازيكم يا شباب؟ الاخبار يا رب تكونوا بخير. بدايه سنه جديده يا رب كلكم تكونوا بادئينها بقوه وبادئينها وانتوا عندكم طاقه تحققوا احلامكم، مش محبطين، مش بادئين كده ومش فاهمين الدنيا. اتمنى المحاضره بتاعه النهارده دي تساعدكم ان انتوا تبداوا سنه ثالثه في الاحياء كويس جدا. غرض المحاضره دي ان انت يا صديقي تكون واقف على رجل ثابته. يعني واقف على رجل ثابته؟ في اساسيات في الاحياء ما ينفعش تدخل تدرس سنه ثالثه وانت مش فاهمها. من اكتر الحاجات اللي انت مفتقدها او انت ما كنتش فاهمها انواع الخلايا في النبات، وهتلاقي الجزء ده بيطردك كتير جدا في سنه ثالثه، وهتكتشف ان هو في اول درس هو ما عبارة إلا الجزء بتاع النبات ده اللي انت خدته قبل كده وانت ما كنتش فاهم فيه اي حاجة. عندنا الجزء الاولاني ده هو انواع الخلايا في النبات. هندرس ثلاث انواع مهمين جدا 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 ان انت تكون فاهمهم. اول حاجة الخلايا البارنشيمية، تاني نوع الخلايا الكولنشيمية، تالت نوع الخلايا الاسكلرنشيمية. محتاجين نركز ونعرف الفرق بين كل واحدة والتانية. احنا عندنا ثلاث انواع خلايا، محتاجين نعرف اشكالهم، محتاجين نعرف وظائفهم، محتاجين نعرف ايه المواد اللي مترسبه فيهم، محتاجين نعرف الجدار الخلوي بتاع كل خليه منهم كخليه نباتيه بيتكون من ايه. اتفقنا؟ ده الجزء الاولاني اللي احنا هنبدا ناخد الكلام عنه قبل ما نبدا في درس الدعامه الفسيولوجيه والدعامه التركيبيه اللي هي الدعامه في النبات. عمرك ما هتفهم الجزئيه دي بدون ما تفهم الثلاث انواع بتوع الخلايا دول. تمام يا شباب؟ عندنا اول خليه هي الخلايا البارنشيميه. الخلايا البارنشيميه دي هي خلايا شكلها كالاتي. اول حاجه دي خلايا جدارها رقيق جدا، خلايا جدارها رقيق. طيب قبل ما اقول تفاصيلها، في قاعده مهمه جدا، قاعده ذهبيه هتريحك. اي جدار خليه نباتيه يتكون بيساوي سيليلوز. يبقى أي جدار هرسمه دلوقتي لأي خلية بيتكون من السليلوز. مع الفرق بقى، كل خلية في جدار، في خلية تتكون من السليلوز بس، في خلية زي الكولانشيمية السليلوز اترسب عليه شوية سليلوز تاني، في جدار خلية الاسكلرنشيمية بيتكون من السليلوز مترسب عليه مادة تانية خالص اسمها اللجنين. يبقى أنت عندك في جدار خلية بيتكون من السليلوز أهو، ده سين سليلوز. طيب هنا الخلية دي، آدي الخلية أهي، هتلاحظوا ان احجامهم مختلفه، في منهم كبير وفي منهم صغير. الجدار بتاعها سليلوز، ولكن جدار الخليه دي بيترسب عليه سليلوز تاني، يعني بيزيد سمكه بترسيب سليلوز اخر، فكانك سليلوز تخين في الحته في الخلايا دي، يعني سليلوز تخين شويه. فبيبقى الفرق بين دي سليلوز بس، لكن دي سليلوز مترسب عليه سليلوز من الخارج تاني. دي الخلايا الكولانشيميه. الخلايا الاسكلرنشيميه هتلاقي احجامها منتظمه، منتظمه يعني شبه بعض في الحجم، ولكن 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 مترسب في ماده مهمه جدا محوطاها بالكامل، محوطه الخلايا وفي الارضيات ما بينها، اسمها اللجنين. بص 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 الماده اللي محوطه الخلايا دي اسمها اللجنين. طب السؤال، الجدار الاسود ده سليلوز والماده اللي اترسبت على الخلايا دي لجنين. لجنين، اتفقنا؟ يبقى ده جدار سليلوز وده جدار سليلوز وده جدار سليلوز. ده سليلوز فقط، ده سليلوز مرسب عليه سليلوز ايضا، اما ده سليلوز مرسب عليه لجنين، يعني حطيت عليه حاجه ثانيه. كده انا عرفت الجدار بتاع كل واحد. مين ارق واحده؟ البارنشيميه. مين سليلوز وتخين شويه؟ الكولانشيميه. مين سليلوز وتحط عليه ماده ثانيه؟ الاسكلرنشيميه. دي اول حاجه. الخليه دي حيه ودي حيه، اما دي غير حيه، غير حيه. وجينا نسال هي ليه الخلايا الاسكلرنشيميه غير حيه؟ بص، شايف السليلوز اللي انا السليلوز ده ترسب عليه ماده اسمها اللجنين. اللجنين ده غير منفذ للماء، ما بيعديش الميه، فمعنى ذلك الميه تيجي تدخل الخليه دي ممنوع تدخل، مش داخله، فتتحول الخليه الى خليه غير حيه، اي انها تموت عند النضج. عند النضج بنلاقي الخلية دي بتموت بسبب ان اتحوطت بمادة غير منفذة للمية وهي اللجنين. يبقى اتحوطت بمادة ما تعديش المية وهي اللجنين، فتحولت لخلية غير حية. يعني جواها نواة؟ لا، نو. جواها سيتوبلازم؟ نو. جواها فجوة عصارية؟ نو. ما جواهاش اي بروتوبلازم، لا يوجد بها اي بروتوبلازم. يعني ايه بروتوبلازم؟ هي العضيات الحية، العضيات الحية في الخلية غير موجودة، اكس غير موجودة.
بسبب وجود اللجنين. يبقى سبب ان الخلايا دي غير حيه، وده موجود سؤال في كتاب الامتحان كان يقول لك وجود اللجنين ولا غياب البروتوبلازم. وجود اللجنين، وجود اللجنين ترتب عليه ان البروتوبلازم مبقاش موجود، ان الخليه تتحول لخليه غير حيه. يبقى دي الخلايا البارنشيميه ودي الكولانشيميه والاسكلرانشيميه. طيب هتلاقي في خليتين شبه بعض، الخليه دي ودي، هتلاقي في ماده مترسبه ما بينهم، وهتلاقي كده ان هما شبه بعض. ركز في الآتي، لو لقيت الخلايا شكلها غير منتظم، غير منتظم يعني شكلهم مختلف، فدي كولانشيمية. لكن لو لقيتهم كلهم قريبين من بعض في الحجم فدي سكلرانشيمية. يبقى هنا دي غير منتظمة الشكل، بص خلينا نقول ايه، دي غير منتظمة الشكل، اما دي منتظمة الشكل الاسكلرانشيمية، عشان تميز ما بينهم. دي رقيقة مفيش مواد مترسبة ما بينهم، خلاص انت عرفتها البارنشيمية. البارنشيمية دي فيه كمان حاجة تانية خليك تعرفها، فيها فجوات عصرية، فيها فجوات وفيها بلاستيدات خضراء، فيها فجوات وفيها بلاستيدات خضراء. نفس الكلام برضو دي، فيها فجوات وفيها بلاستيدات خضراء. يبقى دي فيها الكولانشيمية مليانة فجوات، وفجوتها كبيرة كمان، فجوات كبيرة كمان، خلاص. طيب بما ان هي فيها فجوه يعني يدخل جواها الميه ولا لا؟ ما الفجوه دي جواها سكر وملح، اي جواها ذائبات، جوه الفجوه ذائبات، والذائبات هي دي اللي بتسحب الميه. يعني نقدر ندخل ميه جوه الفجوه، ماء، ممكن ندخل ميه ماء، فدي اللي هنعرفها بعد كده الدعامه الفسيولوجيه، دخول الماء، اي حاجه فيها دخول ماء يبقى دعامه فسيولوجيه. بما ان دي فيها فجوه ودي فيها فجوه يعني بيبقى فيها ميه، يبقى دي دعامه فيه فسيولوجيه ودي دعامه فيه فسيولوجيه. طيب اتفقنا، بعد كده هنيجي ندرس ان الدعامه التركيبيه اي ماده بتترسب. اسالك سؤال، هنا في ماده ترسبت؟ لا، ده جدار سليلوز فقط. هنا في ماده ترسبت؟ ده في سليلوز اترسب فوق السليلوز، اذا دي دعامه تركيبيه. طب عندها فجوه؟ عندها فجوه، فاذا هي دعامه فسيولوجيه. احنا لسه ما شرحناش الدرس ده، بس انا برمي لكم عليه كلام. طيب نرجع تاني للبارنشيميا، جواها فجوه؟ جواها فجوه، يبقى دي دعامه فيه فسيولوجيه. طب في ماده ترسبت؟ لا، يبقى مفيش تركيبيه، يبقى دي فسيولوجيه فقط. طيب دي في فجوه يبقى فسيولوجيه، في ماده ترسبت اهي يبقى ته تركيبيه، يبقى دي الاثنين معا فسيولوجيه وهي تركيبيه. في فجوه هنا لا يوجد فجوات يبقى فسيولوجيه لا، اما في ماده ترسبت فدي تركيبيه، خلاص يبقى دي دعامه تركيبيه. من عندي ثلاث خلايا، بارنشيميه، كولانشيميه، سكلرانشيميه. البارنشيميه الجدار بتاعها سليلوز رقيق جدا، فيها فجوات وبلاستيدات، اذا تقدر البلاستيده تعمل بناء ضوئي، بناء ضوئي، والفجوات دي تدخل ميه، يعني دعامه فسيولوجيه. اما دي فيها فجوات؟ فيها فجوات، فيها بلاستيدات تقوم عمليه البناء الضوئي ودخول الميه، بس فجواتها كبيره يعني شاطره في الدعامه الفسيولوجيه، وفي نفس الوقت ترسب عليها من الخارج سليلوز، فاذا هي دعامه تركيبيه ايضا. اذا انا لو قلت لي تحب انهي خليه اقول لك احب الكولانشيميه، واحب الاكل كل، احب الكل، احب ليه الكولانشيميه؟ عشان فيها دعامه فسيولوجيه ودعامه تركيبيه في سنه ثالثه في اول درس، بتحقق الدعامتين. اما الاسكلرانشيميه الكخه الوحشه دي غير حيه، نتيجه ترسيب اللجنين عليها، اللجنين ده اللي بيحولها لغير حيه، فهي ما عندهاش دعامه، ما فيهاش فجوات اصلا، فما فيش ميه هتدخلها، فهي ميته، وبالتالي هي دعامه تركيبيه فقط. دعامه تركيبيه ايه؟ فقط. طيب دي سهله ودي سهله، دي ممكن يبقى شكلها سداسي، ممكن يبقى شكلها سداسي الشكل، بس هتلاقي فيها الفجوه، في فجوه جواها. لقيت شكل سداسي جواه فجوه يبقى دي الكولانشيميه، لقيت شكل سداسي مش جواه فجوه يبقى دي اسكلرانشيميه، لقيت جواه فجوه وهو سداسي يبقى كولانشيميه، ما لقيتش جواه فجوه يبقى اسكلرانشيميه. طيب الاسكلرانشيميه دي متعبه بقى، قول لي ليه متعبه يا سيدي؟ اقول لك هي في منها انواع، انواع الخلايا الاسكلرانشيميه، في حاجه اسمها الياف وفي حاجه اسمها خلايا حجريه. بص يا شيخ، الخلايا الاسكلرانشيميه ممكن تلاقي لها الشكل ده. بص ده جدار ابتدائي وده جدار ثانوي، ليها جدارين، وتلاقي شرط كده مشرشره ماسكه الجدارين ببعض، فدي الخلايا الاسكلرانشيميه، خلاص؟ ليها نوعين، ليها نوع اسمه الياف وخلايا حجريه. لما تلاقي لفظ الياف او خلايا حجريه في اي سؤال اعرف ان الخلايا دي الاسكلرانشيميه، ده أول حاجة. لما تلاقي لجنين اعرف ان دي الاسكلرانشيمية. طب أين توجد الخلايا الاسكلرانشيمية؟ قال لي موجودة في أوعية النقل في النبات. زي مين أوعية النقل؟ زي الخشب وزي اللحاء. واحد يقول لي يا دكتور هو إيه الخشب وإيه اللحاء؟ لو دي شجرة، الأنبوبة اللي بتطلع الماء والأملاح من تحت اسمها خشب.
اما الانبوبه اللي بتوزع الغذاء من فوق من فوق او تحت لفوق وتحت وتمشي في كل الاتجاهات هي انبوبه اللحاء، بس في الاساس هي بتجيب من فوق من الورق اللي بيعمل عمليه البناء الضوئي تنزل تحت الغذاء لباقي اجزاء النبات، ده اللحاء. الانابيب دي سواء الخشب او اللحاء دي خلايا موجوده جواها متبطنه بخلايا اسكلرانشيميه، يعني فيها ماده ايه؟ فيها ماده لجنين، يعني ما بتعديش الميه، يعني انابيب متينه، انابيب قويه، انابيب ما بتسربش. طيب لو جالك المنظر ده، جاب لك كده نقر، عارفين النقر دي بتبقى موجوده في مين؟ لو جاب لك الشكل ده وقال لك دي نقر، هتقول له دي اوعيه الخشب، اوعيه الخشب. طب اوعيه الخشب يبقى خلايا ايه؟ خلايا اسكلرانشيميه. طب ايه تاني نقول على اسكلرانشيميه؟ لو جاب لك كمثرى، الكمثرى دي موجود عليها الخلايا الاسكلرانشيميه ولوجود اللجنين الماده الصلبه. لو جاب لك المكسرات زي البندق واللوز برضو دي خلايا اسكلرانشيميه. طيب يا سيدي، يبقى الخلايا البارانشيميه غير الكولانشيميه غير الاسكلرانشيميه، يبقى ميز الثلاث اشكال جدارها رقيق وفيها فجوات ونوايا وسيتوبلازم دي بارانشيميه، وممكن يجيبها لك كده بس في الامتحان كده بالجدار الرقيق تقول له بارانشيميه، يجيب لك واحده كده شكل صغيره وواحده كبيره وواحده صغيره وواحده كبيره مش قد بعض في الشكل وجدارها تخين، ممكن يبقى تخين في الاطراف بس خلاص تبقى دي كولانشيميه، يجيب لك الشكل ده او ده تقول له دي خلايا اسكلرانشيميه او ده تقول له اسكلرانشيميه. طب ايه اللي يميز دي عن دي؟ دول شكلهم قد بعض، دول شكلهم مختلف عن بعض. طب ايه اللي يميز دول عن دي؟ دي جدارها رقيق، دول جدارهم تخين شويه. طب لو جاب لك شكل كده كده عمل لك كده اهو 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 قد بعض جنب بعض، قد بعض جنب بعض، اللي قد بعض دول الاسكلرانشيمية، اما اللي مختلفين هي الكولانشيمية. طيب تحب انهي خلية؟ حب الكولانشيمية. تحبها ليه؟ عشان انا في سنة ثالثة باخد الدعامة الفسيولوجية والتركيبية والكولانشيمية دي حققت الدعامتين. طب الاسكلرانشيمية دي قتلت الخلية ورسبت مادة، يبقى دي تركيبية فقط. البارانشيمية دي فيها فجوات، يبقى دي فسيولوجية فقط. بس هيقابلك سؤال خطير جدا، فاكر الورقة لما كنا بندرس الورقة كنا بناخد خلايا البشرة بتاعت الورقة مترسب عليها ماده اسمها الكيوتين؟ خلايا البشره دي بتاعت الورقه كان نوعها ايه؟ قال لك دي نوعها بارانشيميه البشره. الخلايا البارانشيميه موجوده في البشره دي خلايا بارانشيميه، يعني جواها فجوه، يعني دعامه ايه؟ دعامه فيه فسيولوجيه، ولكن مترسب عليها ماده اسمها الكيوتين، ده ماده شمعيه تمنع خروج الميه من الخليه، يعني بتحافظ على الميه جوه. فهي كونها جواها فجوات وجواها وعليها ماده مترسبه، اذا في ماده ترسبت، يعني دي دعامه تركيبيه، اذا هي فيها فجوه وفي ماده مترسبه حققت الدعامتين. يبقى انت عايز تقول لي ايه يا دكتور؟ انا عايز اقول لك يا حبيبي في حاجتين حققوا دعامه فسيولوجيه ودعامه تركيبيه. مين هما؟ اول حاجه الخلايا الكولانشيميه، تاني حاجه خلايا البارانشيميه، بس بشرط تكون فين؟ في البشرة، في طبقة البشرة، في الورقة أو السيقان، لازم تكون البارانشيمية في البشرة. يبقى فرق لو قال لك بارانشيمية وسكت، ولو قال لك بارانشيمية البشرة، بارانشيمية وسكت يبقى دعامة فسيولوجية بس، قال لك بارانشيمية البشرة فسيولوجية وتركيبية، الاثنين مع بعض. يبقى أنا عندي كام نوع خلايا؟ ثلاث أنواع خلايا، بارانشيمية، كولانشيمية، سكلرانشيمية، اتفقنا؟ هيقابلوك كتير الخلايا دي، مهم جدا تكون فاهمهم. مهم كمان تكون فاهم الفرق بين ثلاث حاجات. ايه الثلاث حاجات اللي انا عايزك تفرق ما بينهم؟ فاكرين الفرق بين الاسموزيه والانتشار والنقل نشط؟ نقل نشط، اولا الاسموزيه حركه الميه من تركيز عالي لتركيز اقل، اما الانتشار حركه مواد من تركيز عالي لتركيز اقل. اذا ايه الفرق بين الاسموزيه والانتشار؟ الاسموزيه دي حركه الميه بس، ودي ناخدها في الدعامه الفسيولوجيه، اما الانتشار دي حركه مواد غير الميه زي الغذاء والاكسجين واي حاجه تانية غير الميه. امال لو انا نقلت من تركيز قليل لتركيز عالي ده بنسميه ايه؟ بنسميه نقل نشط، وده بيحتاج ان انت تدفع اي تي بي اللي هو اسمه ادينوزين تراي فوسفيت، ادينوزين ثلاثي الفوسفيت، وبعد كده بيتحول لما بتصرفه لحاجه اسمها اي دي بي ادينوزين داي فوسفيت لما تستهلكه. خلاص، يبقى الاسموزيه والانتشار والنقل النشط دول مهمين جدا، والخلايا البارانشيميه والكولانشيميه والاسكلرانشيميه. مين الوحيده الميته؟ الاسكلرانشيميه. في ماده هناخدها احنا كده. طيب ايه المواد اللي خدناها؟ خدنا السليلوز اللي بيكون جدار كل خليه، وخدنا اللجنين اللي بيقتل الخلايا، وخدنا الكيوتين الماده الشمعيه اللي خدناها السنه اللي فاتت في النتح، الكيوتين اللي موجود هنا على خلايا البشره اهو، الكيوتين اللي بيقلل خروج الميه، يعني بيشارك خلي بالكوا الكيوتين بيشارك برضه في الدعامه الفسيولوجيه ان هو بيمنع خروج الميه، تمام؟
وخدنا في حاجه اسمها السيوبرين. السيوبرين ده هندرسه في الدعامه التركيبيه. لما ندرس الدعامه التركيبيه هناخد ان السيوبرين ده ماده بتترسب داخل خلايا اسمها خلايا فلينيه. الخلايا دي موجوده في الشجر بس، مش موجوده في النباتات العشبيه، مش في الملوخيه ولا في النعناع، موجوده في الشجر. السيوبرين ده يترسب على جدر الخلايا الفلينيه وبالتالي يمنع دخول الميه، وبالتالي الخلايا تتحول لخليه غير حيه. يعني السيوبرين ده دعامه تركيبيه فقط، عشان في فيديو كان في وقت بيعتبروا السيوبرين دعامه فسيولوجيه وتركيبيه. لا، هو تركيبيه فقط. السيوبرين ده يحول الخلايا الفلينيه برضو الخلايا غير حيه. يبقى عندي مادتين وحشين جدا موتوا الخلايا، اللجنين في الخلايا الاسكلورانشيمية والسيوبرين في الخلايا الفلينية اللي هناخدها في الدعامة التركيبية. إذا لو أنت فهمت الثلاث أنواع دول بالقصة اللي أنا قلتها في السيرجية التركيبية، أنت يعتبر خدت التأسيس بتاع الخلايا دي، وخدت يعتبر جزء كبير من الدرس الأول الدعامة في النبات. من عندي ثلاث أنواع خلايا: بارانشيمية، كولانشيمية، اسكلورانشيمية. ركز على جدارها رقيق، وبرضه ركز هتلاقي جزء أبيض كده الفجوة بتاعتنا. خلاص، ده الجزء التأسيسي اللي انا محتاج ان كل طالب يكون داخل تالتة فاهم الجزء ده. ولو انت مش فاهم الجزء ده انت هتعاني وهتكره نفسك حرفيا في الجزء الاول في الاحياء. تمام يا شباب، good luck.